لسه طبعا بنتكلم داخل النادي الاهلي ولسه مستمرين اخبارنا مع النادي الاهلي، بينتظر لجنه التعاقدات بالنادي الاهلي برئاسه كابتن محسن صالح القرار النهائي للمدرب ريني فايلر المدير الفني للفريق بخصوص بدء التفاوض مع البرازيلي كينو نجم بيراميدز المعار للجزيره الاماراتي لضمه لصفوف الاهلي خلال فتره الانتقالات الصيفيه. فايلر هيعمل جلسه مع الجهاز الفني لوضع التصور النهائي بخصوص الصفقات الجديده، خصوصا صفقه كينو اللي دخلت دايره اهتمام النادي باعتباره طبعا صفقه سوبر هيكون ليها تاثير ايجابي على الفريق في الموسم اللي جاي. ووفقا لمصدر داخل النادي اكد ان اداره التعاقدات هتدخل سباق للتفاوض في حاله موافقه فايلر باكثر من سيناريو، منها التفاوض للتعاقد النهائي مع اللاعب في حاله مبالغه بيراميدز في المقابل المادي، هيكون الاقتراح الثاني التفاوض على استعاره اللاعب لمده موسم واحد. طبعا كل الكلام ده جاي وطلعنا اتكلمنا فيه قبل كده ان كينو ممكن يكون بديل لرمضان صبحي، وكان في لاعب اخر كمان من سان داونز كان بيفكر فيه رينيه فايلر. كينو واحد من اللعيبه اللي كان ماشي بشكل كويس جدا مع نادي بيراميدز في الدوري، ولكن لما خرج الراجل مش ماشي كويس قوي، مش احسن حاجه، بس لاعب مهم، لاعب مهم. طبعا ظروفه وحشه وحظوظه وحشه، وبعد الاصابه يمكن ما رجعش تاني استعاد مستواه بشكل كامل زي ما كنا شايفين كينو في البدايه مع بيراميدز. لا، كينو في البدايه مع بيراميدز كان لاعب يخض، كان لاعب في الدوري المصري مؤثر، اي حد كان بيلاعب اي فريق بيلاعب بيراميدز كان بيبقى عامل حساب كبير جدا لكينو مع بيراميدز انه لاعب مؤثر، لاعب بيصنع الفارق، لاعب بيعرف يتحرك، لاعب مهاري، لاعب خفيف زي ما بيقولوا. اعتقد ممكن يكون هو الخيار الاول لرينيه فايلر ومجلس اداره النادي الاهلي ان هو يعوض رحيل رمضان صبحي لو رمضان صبحي في نهايه الموسم اللي احنا فيه هيرحل عن النادي الاهلي، وممكن يكون اكيد بيخوض تجربه احترافه مره تانية. لسه كينو هيبقى موجود بشكل رسمي ولا لا؟ المفاوضات شغاله، الكلام شغال، لسه الموضوع ما فيهوش اي حسم، ولكن في النهايه احنا بنقرب لحضراتكم وجهات النظر، بنقرب لحضراتكم الصفقات اللي ممكن تكون قريبه من النادي الاهلي وايضا صفقات نادي الزمالك.